خلينا نروح للثورة. حضرتك واحد من الناس المهتمة جدا بالسياسة، فخلينا نسولف عن شيء بتشرين. انت شفت قريب من تشرين مع ضد ساند رافض؟ لا انا دخلت للتظاهرات حتى اكتشف شنو الموجود، ويمكن احنا سباقين انا والاخ نجم القصاب. جمعنا كل القيادات في نادي المهندسين بساحة الأندلس، واجتمعنا بهم حتى ذكر جبنا عادل اللامي قبل الانتخابات مستشار رئيس الجمهورية، وقعدنا وياهم حتى أفهم وجهات نظرهم وشي يفكرون. شنو لقيت؟ يعني حقيقة كانوا شباب واعين كثير، يعني فاجئوني بالوعي اللي كان عندهم. ولكن بشكل عام يعني التظاهرات عندنا في بلد مفتوح بهذه الطريقة. تم اختراق كثير من الخيم، يعني نصبت خيم لمسؤولين كثيرين، وطبعا كان خشية خوف حقيقي لدى القوى السياسية من التشرينيين، لأنه التشرينيين أصلا كانوا نتيجة تراكمات الفقر والعوز والحاجة للمدارس والحاجة للصحة، فكان مقلق بالنسبة للقوى السياسية. قيل أنه مع انطلاق ثورة تشرين أنت صرحت تصريح غريب، هذا التصريح قلت به أنه أكو مخطط إعلامي أمريكي من أجل إلغاء اتفاقية الصين عن طريق تأجيج الشارع واستغلال مطالب المتظاهرين، وجعل أهم مطالبهم إلغاء هذه الاتفاقية. لا ما عندي، ما قايل هذا الحكي. يعني هذا النسب لك؟ ما أعرف شلون نسب، ولكن يعني هو أصلاً ماكو اتفاقية مع الصين يعني، ولا أكو تفاهمات. يعني هي قصة وهي جزء من صراع أمريكي. زين أنا شفت ناس مهتمين بالاقتصاد، هم اقتصاديين مهمين، سولفوا بهذه الاتفاقية، يعني هم كانوا يدرون إنه هي كذبة، إنه صعب علينا. لا شوف، أكو مشاكسة بين الصين وأمريكا وروسيا، كل واحد يشاكس الثاني بطريقة الخاصة. الصين تعرف مسبقاً أنه هي ما راح تقدر توقع اتفاقية، وما صارت اتفاقية ولا صارت تفاهمات بصراحة، لأنه حتى المحافظين اللي راحوا ما يدرون على شنو راحوا، ولا أكو ورقة مكتوبة، وبالتالي هي بالون اختبار صيني وانتهى انطفى. وكان يعني جزء من إعلان للسيد عادل عبد المهدي، يعني هو حاول باعتباره هو متخصص بالاقتصاد. العالم مو اي واحد بكيف يسوي اللي يريده، يعني الان العالم محكومين، الكل محكوم بالكل. يعني انت تعرف انه هوايه من مؤيدين السيد عادل عبد المهدي تبريرهم الوحيد لتأييدهم للسيد عادل عبد المهدي هو هذه الاتفاقيه، انه هو كان ممكن يغير حال البلد وممكن، وانت قلت هذه الاتفاقيه بالون. التصريح يخوف. يعني شوف، كثير من الاشياء اللي فوق الطاولة غير الأشياء اللي تحت الطاولة.